الحرب الروسية على أوكرانيا كانت في الجو زي ما هي على الأرض. تعددت الأسماء والمعارك وحتى الاستعراضات اللي كان آخرها ويمكن على سبيل الصدفة اعتراض طائرة F-16 دنماركية في سماء كلينينغراد بواسطة السخوي 27 الروسية، يعني كأنها بتقول للF-16 ورينا عرض جناحك. فيديو لطيف، خلينا نشوف من بعض مع بعض ايه اللي كان موجود. خلينا نشوف بعض التعليقات على الفيديو ده، وخصوصا ان الفيديوهات عن حرب روسيا بيجيب تعليقات كتيره ومتابعات كتيره. الكونت اولا هو كونبيتشو علق وقال، يعني هو بيتريق على الطيران الدنماركي وقال على اكس: لقد شعر بالذعر. كمان كان في تعليق من فليكس كان كتب وقال، يعني كانه برضه بيحاول يسخر منه ويسخر من طيارات: مستنداتك لو سمحت.